أنا كطالب عانيت من الدراسة باللغة الفرنسية، فلماذا لا أكون أنا السبب، أو لماذا لا أحاول أن أكون السبب للبدء بتدريس العلوم الصحية في المغرب؟ فكانت الفكرة من الأستاذ جمال الدين البرقادي، وكانت الإرادة، كانت الأسباب، فتحقق ما تحقق، وكانت نتيجة أننا قمنا بترجمة لدروس الطب الشرعي باللغة العربية، وقدمنا أطروحة باللغة العربية. هي الإشكالية اللي كنعيشوها الآن، طبيب المتمكن، أطروحات جرت العادة أننا في التقييم ديالها كنقسموا ثلاثة أبواب. اللغة العربية كأن تشمل كل مقررات المنهاج المدرسة بالكلية باللغة العربية وعلى المراجع الأساسية باللغة العربية، سواء المترجمة أو المؤلفة من طرف الأساتذة المغاربة أو أساتذة العالم العربي. وختاما، وربما تكون بادرة حسنة إن شاء الله، يمكن تحب اللغة العربية إن شاء الله. داكشي واخفاش نديرو الاشهار ديال جميع الدول في العالم، يعني مؤهله لان تدرس الطب بلغتها الوطنيه. التدريس باللغه الوطنيه يعطي للطالب قمه، اولا التمكن من الماده العلميه التي سوف يدرسها، ثم بعد ذلك يترك له حيزا من الزمن من اجل الابتكار، من اجل الابداع. مزيانه دابا خصنا نشوفوا واش كيقولوا لنا دابا. شحال عندنا من واحد صحاب ليا اون جينيرال، يعني هذه المبادره اللي مكلفين بها واحد المجموعه من الجمعيات وكذلك الطلبه، هي في نظري وفي نظر المجموعه من الطلبه غادي تكون ماشي سهله، لن تكون مبادره سهله، لان هي عباره عن تغيير واحد المجموعه من المنظومات، وغادي تكون يعني عباره عن بناء غادي يكون جديد، ولكن انا اتفائل بها خيرا، لان بالاساس غادي يكون عندها واحد النفع كبير، واحد النفع كبير خصوصا في المجتمع ديالنا اللي كنعيشوا فيه. بس اولا غادي تخلق لنا واحد التقارب ما بين الطبيب والمريض. ومن هنا السنوات غادي نقيموا باي لغه يمكننا ندرسوا الطب. الا كانت اللغه العربيه غادي نعطيو البراهين اللي غتمكن الرؤساء ديالنا والوزاره الوصيه باش ندخلوا في هذا المجال. الا كانت العمل اللي قمنا به غير 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 مجدي، عشان نبقى على حالنا. Thank you.